إذا كانت أدى تحدى مع سيلفا وعلا. يسعد لي أوقاتكم مستمعينا الكرام، تحياتنا الكبيرة عبر أثير البانوراما، ومني أنا سيلفا ورا المايكروفون وعلى الهندسة الصوتية كوتش علا شوقي، كمان من ضمن يعني من ضمن هذه الفقرة ومن ضمن التحديات نحن وياها عم نكون معكم تنضوي على تحديات تغير من اللايف ستايل تبعكم، تحديات في حب الذات، تمارين لتحب حالك أكتر، لأنه بيقلك اللي ما بيعرف يحب حاله ما بيعرف يحب حدا وما بيعرف يحب شيء. فاليوم تمريننا واضح أنه يا جماعة 30 يوم من التمارين، وصلنا لليوم 26 من تحدي حب الذات. شو ارتباط هذا التمرين بحب الذات؟ رح تخبرنا الكوتش عن هذا الموضوع. يسعد لأوقاتك علا، يعطيك العافية. يسعد أوقاتكم. اليوم شجع نفسك، يعني شجع نفسك. الله، يعني احنا عادة شجع نفسك قول لنفسك. حلوة هيدا، حبيتها، حاملها غنية. يقول لك اتمنى نفسك. لو حب الذات هو مجرد توكيدات او مركز تجميل او دواء اخذه واخلص. ما نحن منحب السهل اختي. ايه، لكن حب الذات في الحقيقة هو ممارسة يومية للاعتناء بالذات. فنشجع نفسنا يا جماعة، ما ننتظر التشجيع من الآخرين، وإنما نكون إحنا أكثر شخص يشجع ذاته بأنه يسوي كل الأشياء اللي يحلم بيها ويتمناها، حتى لو ناخذ الخطوة الأولى فقط. يعني مثلا لما عندي، قلنا طبعا بالتحدي السابق انه لما شلون نكتب اهدافنا وشلون نسوي التمرين حتى نجذب الهدف ونحققه، فنشجع نفسنا بانه احنا ناخذ الخطوه الاولى لتحقيق الهدف. يعني مو بالضروره ان ننام ونصحى ونشوف الهدف كله تحقق، لا، وانما ممكن انه نحتاج من عندنا انه احنا حلقة ولو ناخذ الخطوه الاولى. مثل ما قلنا حطينا تمرين نريد نجذب بيت أو نريد سفرة أو نريد مثلا نوصل إلى وزن معين أو نريد تطلع لنا عضلات معينة بالجيم. أوكي، هاي كلها بس ما راح، يعني ما راح يجي البيت ينزل لي من السماء. ممكن راح تكون أكو قبل تحقيق الهدف خطوات بسيطة علي أنه أسويها. مثل ما قلنا أول شيء نكتب الهدف، اثنين نستشعره، ثلاثة نسمح. لما راح أسمح ممكن راح أستقبل إيحاءات معينة أو راح تجي لي فرص معينة، أو مثل ما احنا نسميه إحساس أو الانتويشن، أنه أسوي شغلة فلانية أو أروح للمكان الفلاني أو أتصل بفلان شخص. هذه ممكن هي تكون الإجابات للنية اللي أنا حطيتها. يعني ممكن أنه لما أنا حطيت أنه هدف أنه أريد أسافر للمكان الفلاني، حطيت واستشعرت وكل شيء، وبعدين خلاص قلت أنا راح أسمح لتحقيق الهدف. بالخطوة اللي بعدها ممكن أنه راح يجيني إحساس أنه طيب الصديقة الفلانية من زمان ما حكيت وياها، خليني أكلمها. فما أتجاهل هاي الإشارات والأحاسيس اللي توصلني، لأنه ممكن تكون هي هاي الخطوات بالضبط. ممكن تحكي حدا أو حدا يحكيك يقول خطرتي عبالي وفعلا نفذ فعلا. وممكن لما راح أكلم هذا الشخص راح أتفاجأ بأنه هو يقول لي والله أني حاب أروح للمكان الفلاني أو أسافر للمكان الفلاني، تحبين تجي وياي؟ راح أشوف أنه مثلا نص الهدف أوريدي تحقق فقط عن طريق المكالمة هاي، لأنه يعني هو مرتب كل شيء وهو حاجز كل شيء وفقط ينتظرني منه أنا أخابره حتى أروح وياه للرحلة. عشان هيك تجينا على شكل إشارات وخط فعلا. يعني بيخطر عبالنا أشياء، أمور، شغلات لازم نعملها on the spot. بالمناسبة هو إحنا كل شيء نطلبه هو تحقق already في العالم الطاقي، خلينا نقول أوكي. لكن شلون راح يوصلنا للعالم المادي؟ مثل ما قلنا لما نتوافق معه. فمن ضمن خطوات التوافق بأنه إحنا ما نتجاهل هذه الإيحاءات والإشارات اللي توصلنا، وإنما يعني نتصرف عن طريقها. يعني مثلا جاني إحساس أكلم شخص الفلاني أكلمه، جاني إحساس أروح للمكان الفلاني أروح، جاني إحساس بأنه طيب مثلا
سوي هاي الشغلة أو سوي هاي الخطوة أو بهذا التمرين إلى آخره، أسويها. طب أنا ما خسرانة شيء لأن أنا أوريدي حطيت نية وسمحت لنفسي بأنه أستقبل. فمن ضمن الأشياء اللي راح أستقبلها هي هاي الإشارات أو الإيحاءات، ما أتجاهلها، أتصرف باتجاهها، وهي هاي حتكون طريقة تشجيعي لنفسي بأنه أنا أخذ الخطوة الأولى لتحقيق أهدافي. شجع ذاتك اليوم، تحدي رقم 26، لا تتجاهل الإيحاءات والإشارات اللي بتجيك بعد ما تكون أوريدي عرفت شو هدفك، استشعرته، أطلقت العنان لإله. حيجيك إشارات، حتجيك أمور، حيجيك إيحاءات معينة، إيماءات معينة، لا تتجاهلها، تتقدر فعلا تكون هذه الخطوات تجاه الأمور اللي بتحقق لك ذاتك أو أحلامك. هيدا كمان مرتبط بحب الذات علا، صح؟ أكيد، لأنه مثل ما قلنا هاي هي تعتبر الخطوة المكملة للتحدي السابق، اللي هي لما أسمح لنفسي بأنه أستقبل الإيحاءات والإشارات اللي حتكون الخطوة الأولى بتحقيق الأهداف. وغير هيك شجع ذاتك عزيزي، شجع نفسك، قول لنفسك كلام مشجع، حب حالك، ما تنطر كلام من الآخر، ما تنطر تشجيع من الآخر، ما تقطر شكرا. يمكن هلا عم يسمعونا كتير من الموظفين دايما دايما بيعملوا شغلات بينتظروا الشكر من الآخر. صح. انت شكرت نفسك، انت شايف انت بتستحق. اذا انت شكرت نفسك شايف قديش بتستحق، حيجيك الشكر وحيجيك الاستحقاق. بداية بتبلش من عندك. هيدا هو تحدي يوم 26 مع الكوتش علا شوقي. مجالة تحية كتير كبيرة، شكرا لك. ورح نتحدى مجددا كل المستمعين اللي وصلوا معنا لليوم 26 ونقلن اذا كنت قد يلا تعدى بديك تقلبي على ظهرك انه تقلبي على ظهرك من كتر ما انه بضحك. شايك نتبادل الادوار. طب انا اقول لك اذا كنت حد ادى. لا لا لا، يلا. حتى هاي مش ضبط. حتى هاي مش ضبط. اذا كنت ادى تحدى مع سيلفا وعلا.